كتبت لأجل ريان. خيوط من الأمل والتعاطف وصلت الشرق بالغرب، وكأن أنفاس العالم كلها عالقة في بئر ريان. وكما أعمال الحفر وصلت الليل بالنهار، انشغل المئات باحتساب الأمتار ومتابعة التكتيكات الإغاثية. الكل يرويها بطريقته، كالرسوم التوضيحية هذه التي قد لا تكون بالضرورة دقيقة ولا حتى صحيحة، إلا أن المتابعين يجدون فيها سبيلاً للطمأنة وقرباً من ريان. بأي حال ستخرج يا ريان؟ صورة تم تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة. علك تخرج مبتسماً منتصراً كما صورتك ريشة هذا الفنان.